لكن 2012 آه خروج مبكر الفريق الوطني المغربي وكان محبط الامال ما الحال وما رضيناش خصوصا ان مشينا عوالين ان نوصلوا على الاقل النهاية ساعة ما قدرنا ندوزوا حتى حتى ماتش راكم شفتوا الطريقة باش باش خرجنا كانت لما سيتي با سامبا كومانكو با سامبا دو تو <applause> وانا كنلتحق بالوزاره ولكن شوف انا نقولك شي واحد قال لي انت ما عندكش الزهر قلت لا بالعكس عندي الزهر لان جيت في واحد الوقت ربما اللي رياضه فيه واحد النوع من التردي واليوم الامر كيتعلق باعاده البريق للرياضه المغربيه فهذه فرصه اننا فعلا تكون استراتيجيه ويكون منظور جديد وفق واحد العمل قاعدي مبني على الحكامه الحكامه والشفافيه باش فعلا ندفعوا هذه المنظومه هذه والحمد لله راه اليوم كل شيء من خاطف هذا هي مساله وقت ان شاء الله وغادي يكونوا في الموعد انا كنقول لهم دائما انا كنوعد المغاربه ماشي بالنتائج غدا ولكن كنوعدهم بواحد عمل قاعدي اللي غادي يرد لنا الرياضه المدرسه الرياضه الجامعه الرياضه الحي الرجل المناسب في المكان المناسب الحكمه الجيده الديمقراطيه الشفافيه الا حققنا هذا الشيء و هذا الشيء راه ما سالش و الشيء راه في كل شيء ولات الثقافه اللي خصنا نمشيو فيها الا مشينا في هذا في التوجه في في اللي كنقول ماشي ماشي غادي نوعدوا النتائج نتائجكم كتسنانا 100% it radio